سنعقد مقارنة مع بعضنا البعض بين أوصاف وصفات الصحابة رضوان الله عليهم وحالنا نحن اليوم. نعم. بدار الأرقم الميمون رفت راية التوحيد به الأصحاب قد صبروا فكان أقلهم صديد بدار الأرقم الميمون رفت راية التوحيد به الأصحاب قد صبروا فكان أقلهم صنديد وبعد مرور ربع القرن دان لهم على التحديد بلاد الشام أجمعها ومصر وكل قلب عنيد رجال لم يلن عزم لهم بل صانهم تأييد. هذا حال صحابة رسول الله ونحن اليوم آلاف وما قامت لنا هيبة. اسمع بكل قلبك وعقلك هنا ونحن اليوم آلاف وما قامت لنا هيبة وما من ساعة إلا تجر وراءها خيبة فأين النقص يا خلان كيما نتقي عيبة أليس العار أن يبدو بهذا النقص ذو شيبة فإن الجهل خلفنا وأنسانا سنة طيبة.